امرأة عليها أيام من رمضان، وقد سمعت في حديث بأنه من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. تقول: ولا أستطيع أن تقضي، وهي لا تستطيع أن تقضي، وهل يصح لها أن تصوم الستة أيام من شوال وتقضي في ذي القعدة؟ لا ينفعها إذا صامت الأيام الستة قبل قضاء رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه من شوال، فلا بد من إكمال رمضان أولا ثم يتبع بعد ذلك بصيام الستة أيام من شوال. لكن إذا كان لا يمكنها أن تقضي في شوال، مثل أن تكون امرأة نفست في أول يوم من رمضان وبقي عليها دم النفاس 40 يوما ثم طهرت وشرعت في صوم رمضان، فستصوم من شوال 20 يوما من رمضان والبقية في ذي القعدة، ففي هذه الحال يكون لها الأجر كاملا لأنها أخرت صيام الأيام الستة لعذر. وقد ظن بعض الناس أن صيام الستة أيام من شوال كسائر التطوع بالصوم، وقال إنه إذا كان يجوز للمرأة أو يجوز لمن عليه قضاء من رمضان أن يتطوع بالصوم فإنه يجوز أن يقدم صيام الأيام الستة قبل القضاء، ولكن هذا ليس بصحيح، أي هذا الظن ظن غير صواب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صرح بأن هذه الستة لا بد أن تكون تابعة لرمضان، والتابع لا يمكن أن يكون قبل تمام المتبوع. أما صوم التطوع من غير رمضان فالنزاع فيه معروف، فإن من أهل العلم من قال إن التطوع قبل القضاء، يعني التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان، غير صحيح، ومنهم من قال إنه صحيح. ولا شك الاحتياط عدم الصح، بمعنى أننا نأمر هذا الرجل أن يصوم الدين الواجب عليه وهو قضاء رمضان قبل أن يتطوع، وهذا هو مقتضى العقل أن يبدأ الإنسان بأداء الواجب قبل فعل التطوع. فمثلا إذا قال قائل: أنا علي صيام 10 أيام من رمضان وجاء 10 ذي الحجة، فهل أصوم بنية صيام 10 ذي الحجة أو بنية قضاء رمضان؟ نقول: صم بنية قضاء رمضان، وإذا وقع هذا القضاء في أيام 10 ذي الحجة فقد يكتب الله لك الأجرين جميعا. بارك الله فيكم. هل يجوز تقبيل الزوج زوجته في نهار رمضان؟ أرجو الإفك. نعم، يجوز للزوج أن يقبل زوجته في نهار رمضان، لأن ذلك ثبت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، واستفتاه عمر ابن أبي سلمة في ذلك فقال: سل هذه، يعني أم سلمة، فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، فقال له عمر ابن أبي سلمة: إنك قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه أعلمنا بالله وأتقاهم الله وأخشاهم له، يعني فإذا فعله فمن دونه من باب أولى. وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يقبل زوجته وهو صائم في رمضان وفي غيره، لكن إن خشي أن يفسد صومه بأن يكون الرجل قوي الشهوة سريع الإنزال فلا يعرض صومه للخطر. أما إذا كان مالك لنفسه ويعرف أنه ليس بذلك الرجل السريع في إنزاله فلا حرج عليه أن يقبل. نعم. يقول: امرأة جامعها زوجها في نهار رمضان وهو صائم وهي مفطرة بسبب الحمل، الحكم هنا مأجورين؟ بالنسبة للزوج هو آثم، عليه أن يتوب إلى الله وأن يكفر بعتق رقبة، فإن لم يجد صام 2 شهر متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكين. أما بالنسبة للمرأة فليس عليها شيء لأنها مفطرة. فتاة في 19 من عمري، عندما جاءتني العادة الشهرية في رمضان المبارك وانتهى، وبعد نهايتها ب3 أيام رجع الدم مرة أخرى واستمر معي بقية شهر رمضان، وصمت تلك الأيام التي رجع علي الدم فيها وصليت، فهل أعيد صيام تلك الأيام؟ إذا كان هذا الدم الذي أصابك دم استحارة، يعني بكونه استمر معك كل الشهر أو أكثر، فإنه لا قضاء عليك، لأن دم الاستحارة لا يمنع الصوم ولا الصلاة. وأما إذا كان دم حيض بحيث إنه مر بك في أيام معلومة وانقطع، فإن عليك أن تقضي ما صمت فيه، لأن دم الحيض لا يصح الصوم فيه. أيضا ثم إنه بهذه المناسبة أود أن أبين للنساء أن من أكثر ما يكون سببا لاختلاف العادة واضطرابها تناول الحبوب المانعة للحيض، فإن هذه الحبوب المانعة للحيض وإن كانت في أصل الشرع جائزة من حيث هي، لكن نظرا لما ينتج عنها من اختلاف العادة واضطرابها فإننا ننهى النساء عن تناولها. ثم إنه فيما يظهر أن فيها ضررا على المرأة، لأن حبس شيء من الطبيعة أن يخرج لا شك أنه يؤثر على الجسم رد فعل، ولذلك نحن نحذر النساء من استعمال هذه الحبوب المانعة للحيض بما ذكرنا من مفاسدها
وإن كانت حسب ما قاله أهل العلم ليس بهذا. يقول في هذا السؤال الطويل: أود الاستفسار من برنامجكم عن موقف الصائم الذي يفطر عمدا، فإذا أفطر الصائم عمدا ولم يجد رقبة كي يعتقها وليس له قوة لصوم شهرين متتاليين، وكان شابا في بداية حياته ليس له دخل خاص به كي يطعم منه 60 مسكينا، فماذا يفعل؟ هل الاستغفار جائز في مثل هذا الموقف؟ وهل يستطيع المرء أن يعاهد الله بإطعامه 60 مسكينا عندما يكون له دخل خاص ويتوظف؟ وماذا يكون الحكم في هذا الشاب إذا توفي قبل أن يتوظف وقبل أن يطعم 60 مسكينا؟ وهل يستطيع المرء أن يأخذ من مال أبيه للتصرف في مثل هذا الموقف؟ جزاكم الله خيرا. هذا السائل لم يبين في سؤاله هل أفطر بما يوجب كفارة أو بغيره، وذلك أن الإفطار عمدا في رمضان محرم ومعصية لله عز وجل، والواجب على من فعل ذلك أي من أفطر في نهار رمضان الواجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يقضي اليوم الذي أفطره. وأما الكفارة فإن كان الفطر بجماع فعليه الكفارة، وإن كان بغير جماع بل بالأكل أو الشرب أو إنزال المني بشهوة أو ما أشبه ذلك من المفطرات فإنه ليس عليه الكفارة، لأن الكفارة إنما تجب في الجماع في نهار رمضان ممن يلزمه الصوم، ويجب أن نتفطن بهذه القيود، إنما تجب بالجماع في نهار رمضان ممن يلزمه الصوم. فأما لو جامع الإنسان في صيام كفارة أو في صيام قضاء رمضان وهو ما يكون بعد الشهر فإنه يأثم بقطع الفرض والواجب ولكن ليس عليه كفارة ولو كان بالجماع. وكذلك لو كان أثناء رمضان مسافرا ومعه زوجته وهما صائمان فجامعها في حال السفر فإنه ليس عليه كفارة وليس عليه إثم، وإنما عليه القضاء فقط، لأن المسافر يجوز له أن يفطر ولو في أثناء النهار. على كل حال نقول لهذا السائل: إن كان إفطاره برمضان في غير الجماع فليس عليه إلا القضاء والتوبة، وإن كان إفطاره في رمضان بالجماع فعليه القضاء والتوبة والكفارة. والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد فلا شيء عليه. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل يجد رقبة؟ فقال: لا. فقال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال: لا. فقال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ فقال: لا. ثم جلس الرجل فجيء بتمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فتصدق به. فقال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أطعمه أهلك. فهذا يدل على وجوب الكفارة في الجماع في نهار رمضان ممن يلزمه الصوم، وأنها على الفرج تتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبين له أنها بقيت في ذمته، ولأن القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن الواجبات تسقط بالعجز عنه، والكفارة من الواجبات، فإذا كان عاجزا عنها حين الوجوب فإنها تسقط عنه. وعلى هذا فنقول: لو مات هذا السائل أو هذا الذي جامع زوجته وهو لم يستطع على واحد من خصال الكفارة المذكورة فإنه لا شيء عليه ولا إثم، لأن الواجب سقط عنه بعجزه عنه أثناء حين وجوبه. بارك الله فيكم. هل يجوز للمرأة أن تنوي صيام 6 من شوال قبل صيام القضاء بحيث تصوم القضاء في شهور أخرى؟ لا ينفعها ذلك، ولا يكون لها أجر من صام السنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، فقال من صام رمضان. والمرأة التي عليها قضاء لم تصم رمضان، إنما صامت بعضه، فلا بد أن تقع الأيام 6 لمن أراد ثوابها بعد قضاء رمضان كله. وعلى هذا فإذا كانت المرأة أفطرت أيام حيض 7 أيام ثم تأخرت في قضائها حتى انتهى شوال، فإنها تقضيها أي تقضي هذه الأيام ولا تقضي أيام 6، لأنها أخرت القضاء بلا عذر. أما لو كان لعذر كما لو كانت نفساء أو مريضة أو مسافرة فلها أن تقضي القضاء وتقضي أيضا أيام 6 من شوال. وقضاؤها أيام 6 من شوال على سبيل الاستحباب، لأن أصلها ليس بواجب، لكن إذا أرادت. نعم. أحسن الله إليكم. إذا أرادت المرأة الصيام أي صيام النافلة لكن الزوج يمانع من ذلك الصيام، هل تطيعه أم لا؟ نرجو بهذا إفادة.
إذا أرادت الزوجة أن تصوم صوم التطوع وزوجها شاهد أي حاضر فإنه لا يحل لها ذلك حتى يأذن لها، فإن منعها حرم عليها أن تصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم امرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه. هذا الحديث أو معناه. ولكن ينبغي للزوج إذا رأى من زوجته محبة للصيام وليس عليه في ذلك مشقة ولا تفويت لحقه فإنه ينبغي له أن يأذن لها، لأن ذلك من المساعدة على الخير، وهو ينفعها لمباشرتها لفعل الخير وينفعه لإعانته عليه، ثم إن هذا يكون أطيب لقلبها وأقرب إلى قوة محبتها لزوجها حيث لا يعاصرها ولا يمانعها، والأمر في هذا سهل. إذا أرادت المرأة